اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته welcome to another episode of the simply RYQ less Masa Surat Suratul Baqarah series brought to you by TV QR Academy your borderless school of the Quran today by the will of Allah we are moving to another uh, set of verses

وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور Moving on. خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة

واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Let's go back. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Moving on ثم توليتم من بعد ذلك ثم توليتم من بعد ذلك ثم توليتم من بعد ذلك Moving on. فلولا فضل الله عليكم ورحمته فلولا فضل الله عليكم ورحمته فلولا فضل الله عليكم ورحمته Let's go back to ثم توليتم together ثم توليتم من بعد ذلك فَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ لكنتم من الخاسرين. Let's go back to ثم توليتم. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين oh, let's combine everything. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين Alright, this is although two verses they are relatively short in duration and with that we have come to the end of this episode. I continue to pray that Allah subhanahu wa preserves you in good health and elevate you uh, in your in higher ranking of iman, and may He make us among the companions of the Quran in this dunya before Akhirah, and grant us the intercession of the Quran Surah Al Baqarah of the, and the entire Quran in this dunya and in the Akhirah. Until we meet tomorrow in the next episode, I leave you in Allah's protection. سيو إن جنة والسلام عليكم ورحمة الله. إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.